أنا عندي أيتام 4، كان زوجي حالته فقيرة ما عنده، وصار بي مرض مزمن وتوفى وما أملك أي شيء، واللي يعني خلف الله على أبوي جابني وقعدني بغرفة ويا عمتي، أهلي عائلة كبيرة وأبوي رجال مريض، ويعني ما عندي أي شيء أملكه، واللي مساعدة عندي بس مؤسسة السرور أصرف على جهالي من عندها، ما عندي بعد شيء. هاي اللي استلمه يعني من المؤسسة مالت السرور أصرف على جهالي، ما أملك كل شيء. قد ينطر شهر شهر 50 هذا بشهر 50 50 هذا ال 50 يكفيك في لا أطفالك؟ لا ما يكفي، ما يكفي يعني مصرف يومي زين، لا ظل 4 أيام عندي أصرف على جهالي، وما عندي غير الله وأبوي. زين والدك شلون يعيش؟ هاي يعني عنده محل، عنده كل شركة، شيء، كل شيء ما عنده، هو رجال مريض عنده سكر وضغط وعجز بالقلب، اللي عندي كان كله بعته من كان زوجي بالمستشفى داخل. اي 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 ما عندي، اي كل شيء ما املك. هذا الكبير 3 فتحات عنده، اول فتحة سوينا له عملية، لا لا بحلقة، والثانية بلها وعمليته هم مشي وظل حكيه متكسر، والثالثة بعد هي حلقة مفتوح، حتى مدرسة ما قدرت ادخله. هو هذا كبيرهم، يعني ما عندي إمكانية اللي أسوي له عملية، ولا والدي اللي يشوفونه. إحنا 25 نفر نسكن بهذا البيت، اللي أطلبه وأريده منكم مساعدتكم، أشكركم جزيل الشكر. هاي من بصفك؟ هاي بصفك منو؟ هاي؟ إيه؟ أختك؟ شو اسمها؟ ها؟ نرجس؟ وهاي ذي اللي شو اسمها؟ نسرين. اسمها شنو؟ نسرين. تحب خواتك تلعب وياهم؟ ها؟ تحب المدرسة يا لا؟ تحب المدرسة؟ من تكبر شو تصير؟ ها؟ من تكبر شديد تصير؟ ها؟ 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 ها